أكد رئيس هيئة الاستثمار في البصرة علاء عبد الحسين في تصريح خاص به قناة زاغروس الفضائية بأن بطولة خليج 25 هيأت مناخات مناسبة لجذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم. أكيد يعني مناسبة خليج 25 وما رافقها يعني هي مناسبة مهمة على مستوى المنطقة ومتميزة أيضا كانت على مستوى المنطقة. رأى الأخوة في دول الخليج العربي الاستقرار الأمني، وهذا يعكس أن هناك استقرار اقتصادي وسياسي. هذه البيئة وهذه مجموعة من الاستقرارات إن صح التعبير تؤشر إلى وجود مناخ استثماري جيد. هناك مؤشرات إيجابية، هناك رسائل إيجابية من بعض الشركات التي عملت في الخليج العربي أو في دول الخليج العربي، وأيضا شركات أيضا هي جنسياتها خليجية للقدوم إلى العراق من خلال البصرة. يعني ما هي أبرز الاستثمارات اللي ممكن نستفيد منها من دول الخليج؟ في كل القطاعات، لكن إحنا بصراحة نركز في محافظة البصرة على القطاعات الصناعية، على اعتبار البصرة هي من أكبر مدن الطاقة بالعالم، بالإضافة إلى جزء كبير من أراضي البصرة هو مهيئ للزراعة، بالإضافة طبعا المشاريع الأخرى اللي هي السكنية والتجارية وأكيد الترفيهية. يعني استثماراتنا هي وفق القانون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في كل النشاطات إن شاء الله.